السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعيني ومشاهديني في القناة. النهاردة هنعمل كيكة سبونش عالية، هنعمل ان شاء الله منها تورتاية حلوة علشان عيد ميلاد حازم. تعالوا بينا، اللي داخل جديد وما يعرفونيش، انا غادة من مطبخ غدغودة. اتمنى ان انتوا تعملوا لي اعجاب بالفيديو، لما بتعملي اعجاب بتخلي غيرك كمان بيشوف الوصفة والفيديو ناس كتير بتشوفه. واتمنى تكتبي لي تعليق حلو عن الفيديو لو عجبك. وما تنسونيش بقى في تفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا عشان ما اطولش عليكم نشوف المقادير بتاعتنا احنا هنعمل ايه. تعالوا نشوف بينا الطريقه احنا هنعمل ازاي. دول 6 بيضات هحطهم في قلب العجان. يفضل ان انت يكون عندك عجان علشان خاطر الحاجة تطلع معاكي مظبوطة وعالية وحلو. هحط ربع معلقة من الملح، وهحط معلقة من الخل. احنا حطينا الملح والخل على البيض، هحط عليهم كمان فانيليا سايبة. الفانيليا السايبة بتضيع لي ريحة الزفرة خالص. معلقة صغيرة من الفانيليا السايبة، وده 1/2 كيلو من الدقيق اللي هو الاسبونش، هحطه فوقيهم كده. الدقيق اسبونش بيبقى فيه كل حاجة، فيه المحسن بتاعه وفيه كل حاجة. هنقلب بس كده بسيط اهو. وهحط 1/2 كوباية من المية. وهركب بقى دي كده، وهشغل عليه العجان 5 دقايق او 6 دقايق لحد ما الخليط بتاعنا ده يعلى خالص. دلوقتي بعد ما ضربنا الخليط بتاعنا زي ما احنا شايفين اداني خليط كريمي خالص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هجيب الحاجة اللي انا هسويها فيها. دي حلة مقاسها صغير عشان هعمل في حلة وصينية علشان خاطر يبقوا دورين، تبقى تورتية دورين. دلوقتي هبتدي ان انا دهنت، حطيت ورقة من الزبدة ودهنت الجناب، بس هي اللي دهنتها سمنة. هبتدي انزل الكيكة بتاعتنا دي، هنزل الخليط بتاعنا كده. دلوقتي بعد ما الخليط بتاعنا احنا حطيناه هنديله خبطة بس كده، وبعد كده ندخله الفرن على درجة حرارة 160. ايه ده؟ دلوقتي هنعمل الكيكاية التانية علشان خاطر احنا هنعمل التورتاية دورين. فانا هجيب برضو نفس المقادير، 6 بيضات، وهحط عليهم رشة الملح ومعلقة الخل. والفانيليا. وهحط عليهم 1/2 كوباية المية. وده 1/2 كيلو دي سبونش، بس دوت شوكولاتة والتاني كريمة. لو ما عندكيش اللي هو اللي ما جبتيش اللي هو دي السبونج اللي هو الشوكولاته، ممكن الدقيق الابيض تاخدي منه 2 معالق، هتشيلي منه 2 معالق تحطيهم على ال، هتشيلي 2 معالق تحطيهم على ال على الدقيق، تحطي مكانهم 2 معالق كاكاو خام، وتحطي عليهم 1/2 معلقه بيكنج باودر لان الكاكاو الخام معلهوش محسن.
دلوقتي هضرب الخليط بتاعنا ده وهرجع لكم تاني. دلوقتي خلصنا، زي ما احنا شايفين العجينة بتاعتنا ابتدت افتحت ولونها غير. دلوقتي هجيب صينية واحط فيها ورقة من الزبدة وهدهن برضو حروفها زبدة او سمنة المتوفر عندك، وهبتدي انزل بالمكونات بتاعتنا كلها كده. وزي ما قلنا في الصينية التانية هديها خطة كده بس، واخدها بقى احطها في الفرن. ودلوقتي بعد ما خلصنا الكيكة بتاعتنا اللي سبونش استوت ما شاء الله، ديكو شايفين مالية الحلة، هنشوف ارتفاعها ان شاء الله هتعمل فوق 10 سنتي ارتفاع الكيكة، والكيكة التانية اللي هي بالشوكولاتة. وهنبتدي ان احنا طب بعد ما طلعوا كده سخنين هنغطيهم، هنجيب فوطة او اي قماشة وتغطي بيها الكيكة بتاعتك، ومش هنبتدي نزينها الا لما تبرد، ولما تبرد هقلبها واوريها لكم وتشوفوا ارتفاعها عامل ازاي. ما تنسيش بقى تحطي اللايك وكملي معايا بقية الفيديو. بقولك ايه، ودلوقتي حبايبي رجعنا لكم بعد ما الكيكه بتاعتنا السبونش بردت. هبتدي ان انا اجيب القالب اللي انا هعملها عليه، انا عايزه اوريك ارتفاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي ارتفاع الكيكة ما شاء الله عاملة 9 سنتي، والصينية اصلا الحلة دي مقاسها 22، يعني لو حلة كمان اصغر من كده هتبقى ارتفاعها اعلى من كده. هبتدي اقطع الكيكة دي، هعلم انا عايزة كل 2 سنتي تديني ايه، اعمل علامة كده، حتى اعملها 3 ادوار. علمنا المسافات اللي احنا عايزين نقطعها، وهجيب معايا فتلة كده في منشار بيقطع الكيكات والحلويات، لو مش متوفر عندك اعملي زي ما انا بقطعها كده، هتقطعيها بالفتلة هتتقطع مساوية ومش هتتعبك خالص. هشيل الطبقة اللي احنا قطعناها كده وابتدي اقطع طبقة كمان. ثبتي ايد والايد التانية جري بيها الفتلة، هتتقطع معاكي بكل سهولة زي ما احنا شايفين اهي. ادي عندي قطعنا الطبقات كلها. الكيكة بقى اللي هي بتاعة الشوكولاتة برضو هنقطعها،
هنقطعها اتنين. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. ممكن زي ما قطعنا بالفتلة نقطع بالسكينة عادي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم كده. الكيكة جميلة جدا، اسفنجية وجميلة وطرية. عايزين بقى هنبتدي التزيين، هوريك ازاي نعمل الكريم شانتيه وبعد كده هنبتدي نزوق التورتاية. دلوقتي هنبتدي نعمل الكريم شانتيه. هقولك المقدار بأي كوباية عندك، مش هقولك حطي مقدار كوباية معينة او مكيال معين. هنحط كوبايتين من الكريم شانتيه وهنحط عليهم كوبايتين من اللبن. لو انت جايبة كريم شانتيه خام بتحطي كوباية ونص من الكريم شانتيه ونص كوباية من سكر البودرة. هنحط كوبايتين اللبن وبعد كده نبتدي ان احنا نضرب. هضرب الخليط دوت وهرجع لكم تاني. دلوقتي هبتدي ازوق التورتاية بتاعتنا. هاخد قطعة من الكريمة واحطها كده. واحط عليها طبقة الكيكة. وهجيب كيس واحط فيه الكريم شانتيه. هجيب عندي ده شربات احنا عاملينه. هنبتدي نسقي الكيكة بتاعتنا كده. وبعد كده هبتدي احط عليها كريمة. المرحلة ديت احنا مش محتاجين قرطاس ولا حاجة. هبتدي اوزع الكريمة بتاعتي كده. عالكيكة. ممكن بقى لو انت عندك كريز، عندك مانجا، اي نوع فاكهة انت بتحبيه عايزة تحشي بيه الكيكاية ممكن تحشيها بيها. هنجيب الطبقة التانية من الكيكة ونحطها فوقيها كده زي ما احنا شايفين كده اهو. وهنبتدي نحط الشربات برضو. لو عندك ازازة من اللي هي بتاعت الكاتشب دي فاضية ممكن تحطي فيها الشربات تسقي بيها الكيكة بتاعتك. هبتدي احط الطبقة التانية. وعشان السكينة تساوي معاكي الكريمة بشكل مظبوط يستحسن ان انت تكوني حطاها تكون عندك مية سخنة تحطي فيها السكينة بتاعتك دي علشان خاطر
تظبط معاك الكريمة. ما تنسيش تحطي اللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويا رب التورتة تكون تعجبكم، هي تزيين بسيط جدا، وان شاء الله هبقى اعمل لكم واحدة تانية بتزيين احلى من كده. دلوقتي هبتدي اعمل الدور التاني من الكيكة. هاخد الكيك كده وهبتدي احط عليه الشربات برضو، الجو حر والكريمة بتسيح. انا حطيت الجزء اللي احنا عملناه الاولاني في التلاجة. هحط كريمة بس احاول ان انا ما احطش كتير علشان خاطر الكريمة اللي عندي تكفي اعمل بيها التورتاية كلها. هاخد الطبقة التانية احطها عليه كده. وهسقيها برضو شربات. وهحط عليها طبقة من الكريمة. وهحط الطبقة الأخيرة. وحط برضو الشربات. احط كريمة عليها. وهبتدي اجيب السكينة بتاعتنا هنسوي بيها وننزل بالكريمة اللي من فوق ديت مساوية على تحت. ابتدي اساوي الكريمة بتاعتي كده. دلوقتي هبتدي احط الطبقة اللي هي من تحت كده. وهبتدي اجيب علشان اخلي التورتاية بتاعتنا تكون متماسكة وفي حوامل ماسكة التورتاية اللي من فوق. هبتدي اعمل كده اشوف انا عايزة اقص لحد فين، لحد هنا اهو. وهبتدي احط دي حوامل كده عشان تمسك لي التورتايه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وطريقة الكيكة عجبتكم.
والتزويق بسيط جدا. انت كمان لو عندك شوكولاتة خام وحط لها معلقتين اتنين زيت هتسيح معاكي. تعملي الخطوط ديت هتبقى شكلها اوضح واحلى كمان من اللي انا عاملاها. ويا رب يكون ما كنش بقيت دفة تقيل عليكم فترة العرض ده. واتمنى ان انتوا تبقوا معايا دايما. ما تنسوش تعملوا اللايك والشير وتعملي اشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.